استنى هي دي. اتفضلي. الله، ده هنا اهو. تعمل ايه في ورقه يا ولد؟ صباح الخير يا مستر مراد. داليا، ده سعد السكرتير بتاعي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ داليا، منوره يا فندم. شكرا. مختار فين امال؟ والله يا فندم لسه ما وصلش. طيب هاتوا لي انا قهوه وهاتوا لداليا عصير برتقال. اوكي حاضر. لا انا عايزه شاي بلبن. شاي بلبن؟ حاضر. ايوه. انت فين يا مختار؟ انت لسه نايم؟ اه لسه نايم. الساعة كام؟ الساعة 12 الظهر يا حلو. خلصت الماركتنج بلان؟ اه خلصتها. سبتها لك مع سعد امبارح. يعني انت مش جاي الشركة ولا ايه؟ جاي الشركة ليه بقى؟ ما عندنا شغل يا بني ادم. عارف انك تبي زي القمر اول ما تصحي؟ ايوه. بتكلم مين؟ مين شكله زي القمر؟ لا لا مش انت. اه فين؟ عامل نسكافيه. نسكافيه؟ هات النسكافيه وتعالى يا حلو. وما تنساش ميعاد الساعة 9، ميعاد الحفلة. لا مش فاكر انهي حفلة. حفلة سيادة الوزير يا بني ادم. ماشي. اه سلام. مختار ده ابني التالت اللي انا ما خلفتوش. تالت؟ هو انت عندك ولاد؟ انا عندي ولدين فعلا. ده سامح متجوز وعايش في كندا ومخلف بنت. ما شاء الله. وده هاني متجوز وفي المانيا وعنده ولدين. ما شاء الله عيلة حلوة. يعني انت جده على كده؟ وما بشوفهمش بقالي 3 سنين تخيلي. ليه بس؟ زي ما انت شايفة انا مشغول طول الوقت وهم كل واحد ملهي في حياته. معلش. تعال يا سعد. ده الملف الخاص بخطة التسويق. سابوه لك امبارح مستر مختار قبل ما يمشي. طيب انا برضو كنت طلبت الملف بتاع تراخيص ارض العين السخنه، جهزته ولا نسيته؟ انا اسف يا فندم، بس بصراحه بعد ما امان ما مشيت وسابت الشغل يا فندم بقيت مش ملاح يا فندم، بقالها شهر شهر وانا خلاص. خلاص يا سعد خلاص، روح خلص الملف. خلاص عن اذنك. ما انا استلم هنا وابقى السكرتيره وساعد سعد. وانت هتقدري؟ اقدر. اقدرش ليه؟ اقدر بس انا مش عارف حتى انت خريجه ايه، اشتغلتي قبل كده ولا لا؟ انا كمان يعني مش فاكره حاجه ولا اعرف انا اصلا اعرف ايه بالظبط، بس اجرب ويمكن يعني. طب بصي انا موافق بجد. بكره هتيجي معايا حفله وهيبقى ده اول ظهور رسمي ليكي كسكرتيره خاصه ليا، ايه رايك؟ حفله؟ بس انا ما عنديش يعني لبس يليق على حفله وكده. انا ما عنديش غير الكام حاجه اللي انت يعني مشكور جبتهم لي. بسيطه جدا، احنا هنشرب قهوه وهننزل نجيب احلى لبس يليق بالشغل الجديد، ايه رايك؟ ماشي موافقه. شكرا قوي. تمام.
حاجه لو سمحتك. مش احلى منك. مش هتقولي بقى ايه موضوع الحفله اللي انت كنت ناسي تروحها دي؟ حفله عاملها الوزير شفيق جمل ومراد مصمم ان انا اروح. مراد ده صاحب الشركه؟ اه بس انا يعني مش بشتغل عنده، هو صاحبي. ده صغير بقى. لا هو كان صاحب والدي الله يرحمه، وزي ما تقولي كده بناي. طيب مش هتقولي بقى حكاية المكان الغريب اللي انت عايش فيه ده؟ المكان ده حكايته حلوة. كنت معدي من جنب الأرض دي، عجبتني جدا فأقنعت صاحبها إن هو يبيعها لي، ومن ساعتها بقى وأنا كل شوية أبني حتة من البيت، أوضة أوضتين كده يعني، لغاية لما بقى زي ما أنت شايفة كده، على أمل إن أنا أجيب أمي وأخويا. بس طبعا مش كل حاجة نفسك فيها بتعرف تحققها. وإيه اللي منعك؟ ما تجيبهم يعيشوا معاك. لا موضوع يطول شرحه. الساعة كام؟ أنا لازم أنزل كمان ساعة. أنا بقول نستثمر الساعة دي في إن أنا وإنتي نتعرف على بعض أكتر شوية. لا أخاف. تخافي؟ ما أنتي ما خفتيش امبارح يا؟ أصل بصراحة أنت غير أي حد أنا عرفته قبل كده. أنت بجد مختلف. ما الناس كلها مختلفة. أنا مختلف إزاي؟ أقول لك. مين بقى اللي أنت رايح معاه النهاردة الحفلة؟ واحدة مختلفة خالص عنك. عرفتي منين إن أنا رايح الحفلة مع حد أصلاً؟ أنت لو رايح لوحدك أكيد هتقولي تعالي معايا. احتمال بس مش أكيد. اسمها إيه؟ نجوى. والله اوصفها لي. مختلفة عنك تماماً. شفت بقى ضيعتي 10 دقايق فاضل 50 دقيقة ولغاية دلوقتي أنا وأنتي أسامي بس. أنت بتضحكني. طب أعمل إيه؟ أعيط؟